المبيع قال لي ان المشروع جدا مربح، بس تعرف يحتاج راس مال، وانا ما قادر اتسلف لان عندي قرض قبل في البنك ما يسلفوني. بس من وين بنجيب راس مال؟ بس بوضاري، ما كأنك خليتني اتسلف 10,000 واجي. بعدين بترجعين هذي اضعاف من المشروع 10,000. وليد ترى قاعد شوفك واجد تتأخر هالفترة. ما تأخرت، ترى اتابع المشروع اذا تأخرت. صارت الساعة 12 وهذا ما يرد على الاتصال. اقول شي، تروح بيت حيان اسمع ابوش ولا يمكن برجع الفجر، لان تعرف اتابع المشروع. ها يلا عمي. احسن اي معلا. ايوه هي دي سيارته. وقف مشروع اخر جديد. مو يعني احبك بالايراني. بالايراني يصير دو ستة. سيدو ستة ترى حلوه ذي السودي ستة ترى. بدبخ شو ذا؟ من هذه؟ المشروع زوجتي. يعني القرض اللي خليتني اخذه عشانها هي؟ ايوه وانت طالق. سلط الله ابليس العدو. خليتها تتكلم في النهاية تتزوج عليها، من يتحمل مسؤولية الحين؟ اوه تراكم واجد مكبرين السالفة، ترى الأخات عنها عادي. طلعوا طلعوا برا، طلقنا بنتك. ها يلا 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 يلا. أهلا بالمشروع الزعفران الأصلي بابا. أقول لك أبو سيد ظهرناك شوية، صورنا عند الأشجار. مشغول وليد تونا. ها خلي الشغل وحدهم يشتغلوا تعال. دقني صور عند البيذامة. أقول لك أبو سيد بسرعة، بس خلي اللون، ظهرناك شوية دقني صورة. ياسين لعب. تعال صور. ها كيف الصورة؟ حلوة، انك وريد بحر. خلاص بشوف انك. خلاص هيك موسى خلاص. انا صالح مرتز دوك لابس نظارة، خلاص بقى تصورني. لحظة قايل لك ثابت. اقول لك موسى بس صورة واحدة تعال صورني. وليد باي صورة غدا انت مالك تو. خلي الغدا عم نشتري المطعم. تعال مرتبشين مالك تو. تعال تعال تعال. موسى تعال صورني تعال وقعد تصور. وليد ما تشوفني قاعد تسبح الله يدي. بعدين تصبح تعال عسيرتك تعال. مرة الوضعية جاهزة. يا أخي وليد. تعال والله ما مزينك نغرب. السلام عليكم. مثل ما خبرناكم سابقا لازلنا نجمع التبرعات للمساكين والمستحقين. فيعلم الله أن هذا الشيء أنتم فيه مأجورين. وهذا الشيء راجع لكم حال آخر. وطبعا هذا الشيء ما حالي. يعني حالكم دول آخركم. بحط لكم القامي على الواتساب وبطاقة البنك تواصلوا معي. عمر ضروري نتبرع. يا اخي غلط، لازم تبرع حال جمعيه موثوقه ولا شخص موثوق. اذا ما تعرفين ايش اللي فلوس. شوف شكله مسكين، هذا شخص ما ينوثق فيه بعد مصلبنا الرجال. حولوا لي المبلغ في حسابي الخاص وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله. يا الغالي ممكن اعطيك كاش؟ اكيد، بس اوصل البيت اجيب الفلوس وجاينا. عليك انا بوصلك، توكلنا. وانت تفضل تفضل. استنى بارك الله. هذا كان المتبرع. السلام عليكم. حياك الله. ما شاء الله اشتريت سيارة جديدة. والله جمعت تبرعات 100,000 20,000 حال محتاجين والباقي حالي. تعرف انه انا بعد محتاج. طلع كلام خفاش صح يعني؟ زين ما مشكلة. وان شاء الله في ميزان حسناتكم يا جماعة، بعطيكم رقم الحساب وحولوا لي المبلغ. برافو.